مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا في الجروب. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، تحديدا من قلب شاطئ مدام شوال منطقه سعيد دياب. كما كتشوفوا معايا فونتوم اللي كانت عامره حراقه وبرابل ديال البنزين اللي تم القاءها او القاء القبض على الناس اللي كانوا فيها من شهرين هنايا. في هذه اللحظات باقة حاضرة أمام مركز الوقاية المدنية أو البروتكسيون سيفيل اللي هنا في هذا الشاطئ هذا فين عرفوا أحداث هذا المشكل هذا. كما كتشوفوا هذا هو الشكل المثير لهذا الفونتوم اللي كانت هازة هذه الحراقة هذه. كما كتشوفوا معايا فيها أكثر من 3 ديال المطر كبار اللي كانوا محركينها. السائق ديالها اللي كان هنا ويسع ديالها اللي كبير كبير بزاف كما كتشوف. اكيد كانت سكلات استنفار امني كبير في المنطقه مباشره من بعد ما تم تحديد المكان ديالها على مستوى مياه شاطئ مدام شوال، واللي عرف هذيك الاثناء استنفار امني كبير كبير بزاف وبصعوبه. انا اتذكر انه من شهرين دابا بصعوبه باش تقدروا السلطات المعنيه بالامر انها تخرجها من البحر وتنصبها عليها هنايا، شيء اللي اثار استغراب الساكنه اللي عاشت في هذا المشكل هذا. كما كتشوفوا هي باقه بالمياه ديالها مشاهدينا الكرام اللي كانت هنا بعد ما تم في هذه اللحظات انه يفرغوا هذه المياه الراكده اللي كانت دخلات وخلاتها توقف هنايا. فكما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام هذه هي الهيئة ديال الفونتوم اللي كانت هازة الحراقة. عدد كبير من الشباب اللي كانوا مغامرين بحياتهم لا حول ولا قوة إلا بالله. فكما كتشوفوا هذا هو الموتور ديالها، هانتوما كي كتشوفوا هادو هما الموتورات. فكان موتور جوتي مازال باقي فيه البنزين ديالو، وهذا هو ثالث محرك او موتور. كما كتشوفوا معايا هذه هي الهيئه ديالهم، هذا هو المطر اللي مازال كما كنقولوا كميه كبيره من البنزين كاينه في الداخل ديال هذا الفونتوم هذي. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام هنا فين كانوا وصحي الهجره الغير شرعيه، أولين أنهم يغادروا بها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. هذه هي الهيئة اللي كانت هازة الحراقة والبراميل ديال البنزين، هانتوما كتشوفوا فيها هي كانت هنا. وهذه هي الهيئة ديالها من ملي كتنفخ. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام كل عناصر تم إلقاء القبض عليها فهي تم توحيدها إلى عناصر الشرطة باش أو عناصر الأمن باش يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية لحقهم. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام كتحتوي على 3 ديال المحركات، من الحجم ديالها كبير هو حجم هو الثاني والثالث، هو هذا المحرك اللي نقدروا نقولوا على أنه كان تعرف تفاصيل الهجرة الغير الشرعية. وهذه هي الفونتوم من الداخل ومن برا. إذا مشاهدينا الكرام نتلاقاو معكم بث مباشر آخر، السلام عليكم. أنا كنحاول نبعد باش نبان لكم التموضوع ديالها على مستوى الشارع العام وعلى منطقة عين دياب وتحديدا شارع شاطئ مدام شوال.